بيلدونغ أون تايلهاب هو دعم من الدولة يقدم للأطفال والشباب في الأسر ذات الدخل المنخفض، ويتم من خلالها التكفل بدفع تكاليف التعليم والرياضة والأنشطة الثقافية وقضاء وقت الفراغ، وتدعم بيلدونغ أون تايلهاب المشاركة فيما سبق. بيلدونغس أون تايلهاب باكيت تقدم بهذا الدعم لبعض الأمور، بداية من الأشياء الأساسية مثل دفاتر الكتابة والأقلام وأدوات الكتابة للتلاميذ، مرورا بالأكل في مطعم المدرسة عند تقديمه بالمدرسة، لذا يمكن للتلاميذ المجيء ببساطة والمشاركة به. لقد ساهمت الدروس الخصوصية في تحسين تقديراتي فعلاً، وساعدتني في مجاراة المستوى بالفصل، بالتالي فإن المدرسة تعني لي الآن المزيد من المتعة والسعادة. يحق للأطفال الذين يعيشون في عائلات ذات دخل منخفض المشاركة في الحياة الاجتماعية، لهذا فإن بيلدونغس أون تايلهاب باكيت تتيح لهم أفاقاً أفضل في النمو عبر إتاحة التعليم والرياضة والأنشطة الثقافية وغيرها من الأنشطة. ومن خلال هذه الخدمة يمكن للأطفال والشباب التسجيل مثلاً في أحد الأندية الرياضية أو في دورة تعلم الموسيقى، وبهذا يمكنهم بناء علاقات مع أقرانهم والمشاركة في الفعاليات الجماعية، كما تتوفر لهم الفرصة في الحضور والمشاركة واكتساب خبرات حياتية جماعية بالاشتراك مع الأطفال الآخرين. تعلمت العزف بشكل رائع على الجيتار، ويمكنني أخيراً المشاركة في الفرقة الموسيقية المدرسية. إنه رائع أن يقوم جوب سنتر بدعم عائلتنا بهذا الشكل. فالفرقة الموسيقية تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لي، ونحن نقضي وقتاً طويلاً معاً ونستمتع كلنا بالموسيقى. خفت أن لا أشارك في الرحلة المدرسية التي يقوم بها صفي، لأن والداي أخبراني أن النقود التي لدينا قليلة. بعدها قدما طلباً لدى جوب سنتر وتم دفع تكاليف الرحلة لي. أنا سعيد بزيارة برلين. من المهم بالنسبة لي أن تكون البداية ناجحة بالنسبة لأولادي، وتساعد نقود بيلدونغس أون تايلهاب باكيت في هذا.